الناس بالعقل اليوم كنا مضطرين اننا نحكموا بعض اللاعبين باش تكون عندهم التنافسيه ديال المقابلات، وخلينا بعض اللاعبين اللي تصابوا بالعياء في المقابلات الجوج، وبالتالي كانت هي امور عديده كنا كنجيريوها، لا الفيزيك لا التكتيك لا الاصابات. اظن بانه في ثلاثه المقابلات كنا دائما كنرجعوا في النتيجه. اليوم قدرنا اننا نرجعوا نستحوذوا على الكره ونتحكموا في الشوط الثاني كباقي المقابلات. اليوم ربما كنا افضل من المقابلات بجوج، يعني منذ بدايه المقابله حنا متحكمين في الكره وكنلعبوا بالعقل. للاسف كانت توقفات كثيره كانت كتهرس من ذاك الريتم اللي كنا فيه، ما كنرفعوا الريتم حنايا كانت توقفات كتهرس الريتم، وهذا ما كيساعدش في البطوله.